مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض حدوث الحمل وأنت في وقت التبويض. إذا لم تكوني من مستخدمي وسائل منع الحمل، فأنت أكثر عرضة لحدوث الحمل خلال أيام التبويض، خاصة إذا كانت العلاقة خلالها. إلى جانب معرفتك بعلامات التبويض، يجب أيضاً أن تكوني على علم بأعراض الحمل التي قد حدثت في فترة التبويض. ولكن يجب العلم أيضاً أنها لن تظهر أثناء فترة التبويض، لأن البويضة تحتاج إلى 6 أيام على الأقل لتنتقل إلى الرحم وتبدأ علامات الحمل الأولي في الدهور. وإليك بعض هذه العلامات. معظم النساء تمر بهذا العرض كأول الأعراض، وهي انقطاع الدورة، حيث أن الهرمونات التي تنتجها البويضة المخصبة تنبه المبيض حتى لا ينتج بويضات أخرى، فيتوقف المبيض عن إنتاج بويضات جديدة، وبالتالي تغيب الدورة الشهرية عن موعدها المتوقع. الهرمونات المتغيرة بسبب حدوث الحمل وزيادة إنتاج الجسم لهرمونات الاستروجين والبروجستيرون تتسبب في زيادة تقلصات البطن وبطء حركة الأمعاء الذي ينتج عنه الشعور بانتفاخ البطن والغازات، إلى جانب التقلصات المؤلمة إلى حد ما. كذلك التبول المتكرر ليلاً، وهذا يحدث لعدة أسباب. أولها أن حجم الدم يزداد في الجسم بشكل تدريجي ليوفر احتياجات الجنين من الغذاء والأكسجين، فيقع على الكلي جهد مضاعف لأنها تنقي كمية أكبر من الدم، وبالتالي تزداد كمية البول. هذا إلى جانب تغير مستوى الهرمونات في هذه الفترة والذي يشعرك بالحاجة للتبول طوال الوقت. سواء كانت المرأة تحاول الحمل أو تحاول تجنبه، يمكن أن يكون الانتظار لمدة 2 أسبوع محبطاً. قد تتابع بعض النساء التبويض من خلال البحث عن الأعراض الجسدية واستخدام اختبارات التبويض، فمن المهم ملاحظة أن الطريقة الوحيدة لاكتشافه هي من خلال الاختبارات الطبية. ولكن يمكن أن تكون اختبارات التبويض المنزلي خاطئة، خاصة إذا كانت المرأة تعاني من حالة طبية تؤثر عليه. لا يمكن لأي عرض بمفرده أن يؤكد الحمل المبكر، ولا تختبر العديد من النساء علامات الحمل المبكر دائما، فالطريقة الوحيدة لتحديد الحمل هي إجراء الاختبار.